ينضم إلينا المتحدث الإعلامي الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي الشهراني. مقدم علي، مساء الخير. ما هي تفاصيل سقوط هذا المقذوف في نجران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باشرت فرق الدفاع المدني عند الساعة 11 من ظهر اليوم سقوط عدد من المقاذيف العسكرية من داخل الأراضي اليمنية داخل مدينة نجران، مما اقتضى التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بمنطقة نجران لإخلاء عدد من المدارس، وذلك للحفاظ على أرواح الطلبة وسلامتهم، ولم يتعرض أحد لأي أذى ولله الحمد. نعم مقدم علي، يعني بالنسبة لسلامة الطلاب والطالبات، لأن سمعنا من خلال مصادر أن هناك تنبيه من الدفاع المدني بإخلاء المدارس. الحمد لله، يعني لم يكن هناك أي إصابات ولله الحمد، والدفاع المدني قام بإخلاء هذه المدارس كإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، والحمد لله، اللهم لك الحمد لله، المنطقة آمنة والوضع آمن ولله الحمد. مقدم علي، خطة الدفاع المدني لمثل هذه الحالات؟ الدفاع المدني منذ الشهر السابع وهو على أهبة الاستعداد، ووضع جميع الفرق لديه، الفرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أهبة الاستعداد، كما أن جميع الجهات ذات العلاقة في لجنة الدفاع المدني برئاسة سمو أمير المنطقة في حالة اجتماع دائم في حالة أي طارئ لا سمح الله. نعم مقدم علي، بالنسبة لي عند لا سمح الله حدوث مثل هذه الحالة، يعني في ما الجهات التي تشارك معكم؟ طبعا جميع الجهات الحكومية في المنطقة تقوم بأعمالها على الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ والإنصاف، الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة والهلال الأحمر، وزارة المالية، جميع الجهات الحكومية تنفذ جميع خطط الدفاع المدني والتي معتمدة من مقام وزارة الداخلية. سؤال أخير مقدم علي، بالنسبة لتواصلكم مع المواطنين خصوصا في نجران في مثل هذه الحالات، كيف يتم التواصل؟ يتم التواصل عن طريق الرسائل النصية وعن طريق وسائل الإعلام الحديث، هناك موقع الدفاع المدني اللي هو تويتر يحدث بشكل لحظي. نعم. إضافة إلى وسائل إعلامنا التي نشكرها دائما على بث روح التوعية وطمأنينة في نفوس المواطنين. نعم المقدم علي الشهراني، المتحدث الإعلامي الدفاع المدني بمنطقة نجران، شكرا جزيلا لك.